ينضم إلينا بالاستوديو دكتور حسن أبو طالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مساء الخير دكتور. أهلا بك. مساء النور وأهلا وسهلا بك معنا في استوديو الغد. باقري والمسؤولين الإيرانيين يهددون بأنه سيكون هناك رد أوسع وأقصى حال ردت إسرائيل، والإسرائيليون بالتبعية أيضا يقولون بأننا سنرد، لن نسكت على هذا الهجوم الإيراني. وبالتالي برأيك هل سنشهد جولة تصعيدية أخرى؟ هل ستتسع هذه المناوشات وعملية الشد والجذب بين الطرفين إلى حرب إقليمية مثلا؟ لا، في فرق بين حاجتين، فرق بين مستوى المناوشات، وإسرائيل كانت بتناوش إيران في داخل الأراضي السورية وفي مواقع مختلفة، لكن لم تصل إلى حجم المواجهة المباشرة مع إيران أو ما يسمى يعني بأرض تابعة للسيادة الإيرانية كما حدث في استهداف القنصلية في دمشق في الأول من إبريل. المناوشات ستظل، التوصل إلى أو الوصول إلى درجة حرب إقليمية موسعة هنا عليها قيود كثيرة جدا 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 لسببين أساسيين. السبب الأولين هو الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي الآن بيضعف بقوة شديدة جدا جدا لإحتواء أي تصرف غير عقلاني وغير منطقي من جانب نتنياهو ومن حكومة الحرب المتطرفة في داخل تل أبيب. الشيء الثاني أن العملية نفسها بتدل على أن هناك ما يمكن أن نسميه بتفاهمات على أسس عريضة ما بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بالكثير من القضايا، بما فيها قضية أو بما فيها الحالة التي شهدناها بالأمس، وهي الهجوم الإيراني المنضبط على أهداف في الداخل الإسرائيلي. طبعا هذا الهجوم له عدة يعني أبعاد. البعد الأول فيه أنه هو بيخلق ما يمكن أن نسميه بحالة رادع جديد، معادلة رادع جديد ما بين إسرائيل وما بين إيران. الشيء المهم في هذا الموضوع أن إفشال هذا الهجوم هو لم يكن نتيجة جهود إسرائيلية بقدر ما كان نتيجة جهود وتدخل أمريكي وبريطاني وفرنسي وألماني إلى حد ما. وبالتالي فالإسرائيليون يدركون جيدا بأنه إذا فقدوا ما يمكن أن نسميه بالدعم الأمريكي هم لا يستطيعون أن يقوموا بعملية هجوم كبير جدا جدا ضد إيران، لكن يستطيع أن يقوموا ببعض العمليات التي اعتادوا عليها، مثلا اغتيال بعض الشخصيات وخصوصا خارج إيران. دعني أتوقف عند النقطة ذكرت بأنه استطاعت إيران خلق معادلة ردع جديدة، تمام، ولكن البعض يرى بأنه هي عجزت عن تحقيق أي هدف عسكري، لم تصب أي يعني أكثر من 99% من الإطلاقات الإيرانية تم إسقاطها، وبالتالي البعض يرى هذا فشل. هذا فشل، هي لم تواجه إسرائيل، هي لم تكن تهاجم إسرائيل فقط، هي هاجم الذي اعترض هذه الأعداد الكبيرة من الصواريخ والمسيرات هم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. وبالتالي فالمسألة هنا ليست فشل في مواجهة إسرائيل، الفشل الحقيقي هو أن إسرائيل تتصور أنها هي التي نجحت في إفشال هذا الهجوم. الهجوم كان منضبطا، وقد عبر عن ذلك وزير الخارجية الإيراني اليوم سواء في تصريحاته الصحفية أو في لقائه مع وزراء مع يعني دبلوماسيين ينتمون لعدد من الدول الأوروبية، وأوضح لهم أن هناك اتفاقات وكانت هناك تفاهمات وكان الأمريكيون يعلمون لحظة بدء الهجوم، لكن كان في بعض المناورات التي أدت إلى وصول عدد معين محدود إلى الداخل الإسرائيلي. هي الفكرة الأساسية من وجهة نظر إيران هي أن تصل صواريخ إلى الداخل الإسرائيلي انطلاقا من الأراضي الإيرانية رغم بعد المسافة، هو 1200 أو 1300 كيلومتر، وبالتالي فهذا بشكل أو بآخر رغم قلة التقنيات الإيرانية مقارنة بالتقنيات المتوفرة لدى إسرائيل ولدى الولايات المتحدة بيعد بشكل أو بآخر نستطيع أن نقول نجاح ولو نجاح نسبي، وخصوصا أنه لا نستطيع أن نقارن ما بين إمكانيات الصواريخ الإيرانية مع إمكانيات الصواريخ الأمريكية أو إمكانيات الدفاع الجوي الإيراني مع إمكانيات الدفاع الجوي الإسرائيلي التي هي صناعة أمريكية وصناعة بريطانية وصناعة فرنسية. بالتالي مثل هذه الأمور والتفاصيل لابد أن تضع في الاعتبار. بالتالي فنحن هنا هو أيضا الإيرانيون يريدون أن يوصلوا رسالة بأنهم يستطيعون أن يردوا على أي اعتداء على ما بين قوسين على رموز سيادية خاصة بهم. وبالتالي فهذا الأمر أيضا له جانب إيجابي من وجهة نظر إيران في الداخل الإيراني. النهاردة ما يمكن نسميه بالمظاهرات ومظاهر الفرح التي نزلت في شوارع طهران وبعض المدن الإيرانية بتدل على هذه الحالة المعنوية، أن هناك أيضا بعد معنوي استطاعت إيران أن تحققه لصالح النظام.
قد نرى أنه النتيجة لابد أن تكون نتيجة مادية، بمعنى أن يكون هناك تخريب وتدمير كبير لبعض الأهداف في الداخل الإسرائيلي. لكن بص للموضوع من زاوية معنوية، إيران استهدفت إسرائيل، وإسرائيل لم تستطع أن تدافع عن نفسها إلا بدعم خارجي، ودعم خارجي كبير للغاية جدا جدا، هنا معدة كبيرة، وهو بعض ما أشار إليه بعض النواب الإسرائيليين في البرلمان في الكنيسة الإسرائيلي من أحزاب المعارضة، إن إحنا أدركنا إن إحنا بدون الدعم الأمريكي لا نستطيع أن نقوم بما نأمل أن نقوم به. طيب، ربما تكون هذه نقطة سلبية، ولكن أيضا قد تكون نقطة إيجابية، بمعنى أنه استطاع هذا التصعيد الإيراني لإعادة الدفء للعلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، أو بين إسرائيل والغرب عموما. ما رأيك؟ أختي العزيزة، الدفء بين إسرائيل وحلفائها لم ينقطع أبدا. حينما كان الرئيس بايدن ينتقد بعض السلوكيات أو بعض مواقف نتنياهو أو يعبر عن ضيق من سلوك معين، كان بيرسل أسلحة بقيمة ملايين الدولارات، وأخرها يعني صفقة حوالي 18 مليار دولار. بالتالي الدفء موجود، حيث الجوهر الدفء موجود. الشكل العام قد يبدو أنه في بعض التوتر أو في بعض العتاب أو في بعض الخلاف، لكن لا تستطيع إطلاقا أن نقول أن الولايات المتحدة سوف تتخلى عن إسرائيل. وهي مستاءة من بعض التصرفات لنتنياهو، لكنها لن تستطيع أن تتخلى عن إسرائيل، ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا. الدفء موجود وستظل موجود، وبالتالي هذه حقيقة موجودة في هذا الموضوع. ودعني أقول أنه ما قاله النهاردة وزير الخارجية الإيراني حوالين أن الرسائل كانت مع واشنطن فيما يتعلق بحجم الهجوم، فيما يتعلق بحجم الضربة، بطبيعتها بأنها يعني بتستهدف مواقع معينة ولا تستهدف إثارة حرب، كل هذه الأمور تعني أن هناك يعني ما يمكن نسميه برسائل متبادلة. ماذا عن الغرب؟ ألا ترى بأنها استطاعت اليوم إسرائيل كسب تعاطف غربي مرة أخرى؟ هناك اجتماع، هو إمتى إسرائيل فقدت التعاطف الغربي؟ يعني مثلا يعني الحكومات الغربيه الولايات المتحده وقف الامريكيه امتنعت عن التصويت، لم تستخدم حق الفيتو مثلا، يعني هذا صحيح، هذا يعبر. وتاني يوم قالت ايه؟ تاني يوم قالت ان هذا قرار غير ملزم. حتى الدول يعني الشعوب الاوروبيه يعني هي نوع من انواع يعني نقدر قرصه اذن بالنسبه لنتنياهو، لكن اكثر من كده لا. والدليل على كده أن الولايات المتحدة أفشلت تطبيق القرار. يعني اليوم لو ردت إسرائيل أو اتخذت القرار بالرد على إيران في قلب طهران، هل ستساندها الولايات المتحدة الأمريكية؟ البيت الأبيض قال بأنه بايدن أبلغ نتنياهو بأنه لن يتدخل في أي رد إسرائيل. دعيني يعني أشير إلى نقطتين، نقطة فنية ونقطة سياسية. النقطة الفنية بتقول أن إسرائيل ليست لديها الإمكانيات لكي تضرب إيران ثم تعود مرة أخرى إلى قواعدها، إلا إذا كان هناك دعم أمريكي مباشر سيتمثل في قاذفات استراتيجية بعيدة المدى، وأيضا يعني الطائرات التي تزود هذه الطائرات بالوقود في المطار. اثنين، إنها ليست لديها الإمكانيات لكي تحصل على صواريخ أو على إمكانيات تسليحية إلا من الولايات المتحدة. الولايات المتحدة قالت لها بصراحة أن احنا لن نعطيك مثل هذه الأمور. دي أول نقطة. النقطة الثانية إن هنا أي تهور من الجانب الإسرائيلي للقيام بعملية كبيرة ضد إيران، ضد إيران، سوف يكون هناك رد إيراني، وهذا أيضا الولايات المتحدة تضع في الاعتبار. والرد الإيراني في هذه المرحلة لن يكون رد على إسرائيل فقط، وإنما سوف يكون رد على ما بين قوسين المصالح الأمريكية الكبيرة في المنطقة، واللي هي بتمس مصالح عالمية في نفس الوقت، ومصالح عربية ومصالح خليجية ومصالح إقليمية. وبالتالي أنا لا أتصور إطلاقا أنه مهما كان هناك رغبة لدى بعض الأطراف المتطرفين في داخل حكومة الحرب الإسرائيلية أن يقوموا بما يسمى برد عنيف ورد فوري ورد ساحق ورد محق كالتعبيرات التي قالها بعض الوزراء المتطرفين ذوي القصور الاستراتيجي. أي من هذه الدول الثلاث، سواء تحدثنا عن إيران أو إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية، جاهزة ومستعدة لدخول في حرب إقليمية كبرى؟ لا ننسى بأن هناك الحرب الروسية الأوكرانية أيضا وما استنزفته من دول الغرب وأمريكا. طبعا يعني الولايات المتحدة غير مستعدة لاعتبارات داخلية والاعتبارات أيضا فيما يتعلق برؤية بايدن للاستراتيجية الأمريكية في المنطقة وفي عموم العالم. دي نقطة. النقطة الثانية أنه الإسرائيليون لا يستطيعون أن يقوموا بعملية هجومية كبيرة ضد إيران، لأن ليست لديهم الإمكانيات إلا إذا كان بتنسيق كبير جدا ومشاركة، مش تنسيق فقط، مشاركة أمريكية فعالة ومباشرة في هذا الموضوع، وهذا قيد وضعه الرئيس بايدن. طبعا إيران ليس من مصلحتها أنها تقوم بحرب كبيرة، وهي كانت ليس من مصلحتها أو غير قادرة، ليس من مصلحتها
ليس من مصلحتها. هي قادرة على الوقوف. هي ممكن تسيل زوبعة كبيرة، ممكن أن تغلق باب المندى مضيق هرمز، ممكن أن يعني تفسد أو توجه قنابل كثيرة وصواريخ كثيرة للقواعد الأمريكية في المنطقة. يمكن هذا، لديها القدرات في هذا الموضوع، لكن المسألة مش مسألة القدرات، هي المسألة ماذا بعد ذلك، ما الذي سوف تحققه إيران إذا فعلت مثل هذا الأمر؟ سوف تدفع ثمنا كبيرا. هل هي مستعدة لدفع هذا الثمن الكبير؟ لن تدفع، هي ليست مستعدة، وإنما هي مستعدة فقط لإعادة الاعتبار لنفسها ولفكرة أنها لا تضرب في أماكن ذات يعني بعد سيادي بالنسبة لها.